عملنا الدؤوب والمشترك مع الجمعيات التعاونية هو الأساس لبناء المجتمع بالجنوب. في مشاركتنا في هذا المشروع نحن نجمع المصارف ونجمع أصحاب القرار سواء كان وزارة الزراعة أو البلديات في تسهيل عقبات التي تواجه هذه الجمعيات التعاونية. اليوم أكيد المنتج قدرنا نخلق له مثل هوية ومواصفات تحترم المواصفات والمقاييس المطلوبة لينوضع على الرف ويكون جاهز أنه يوصل على المستهلك بكل المعلومات المطلوبة. وجربنا نضوي من خلال هالمشروع على أشغال السيدات اليدوية اللي قيمتها أنه شغل دياتهم عم بيشتغلوها بعناية كتير كبيرة. هذا المشروع يعني ساعدنا خطوات كبيرة لقدام بمجال التسويق كتير، يعني إنه بده يساعدنا ويحسن بشغلنا يعني، وألف شكر لكل اللي ساهموا واللي ساعدونا بهالمشروع. هذا العمل يسهم بالفعل في تنمية الاقتصاد المحلي وفي تأمين موارد مالية إضافية للعائلات اللبنانية ولا سيما للمجتمع النسائي، ويسهم في تنمية الاقتصاد المحلي. ونشكر لقوات الطوارئ الدولية الجهود الخيرة التي تقوم بها من أجل المجتمع الجنوبي في لبنان. قبل فترة صار في عنا مشروع مع اليونيفيل، كمان الهدف منه تمكين هذه التعاونيات الريفية، بأن المشروع شمل 4 تعاونيات. لفتي أنه أول شيء يكون في تعاون بيننا وبين البنك اللبناني الفرنسي كإدارة، أنتم مشكورين، فكنتوا حضرتكم أول المبادرين بمساعدتنا بهذا الموضوع، ألف شكر لكم. أنتوا يا شعب الجنوب عندكم الطموحات وهالإنتاج وهالكفاءات اللي عندكم عم بتفجروها عطاءات من الطبيعة. نحن لازم نساهم معكم كل سنة، إذا كنا هلأ سنة أول سنة بنتمنى السنة الجاي كمان نساهم معكم، وإذا بلشتوا بمشروع 4 تعاونية إن شاء الله نشوف 10 تعاونيات معكم.